واكتسى حلة المسرة لما فيه مهدينا تجلى ظهورا. نقل الله ذلك النور للنور شموسا مضيئة وبدورا من أب ماجد وأم حصان له في خلقه ظاهرا مشهورا أو غائبا مستورا. ولولا ذلك لم يعبد الله في الأرض. قيل يا ابن رسول الله فكيف ينتفع به الناس وهو إمام مستور؟ قال ينتفعون به كانتفاعهم بالشمس إذا حجبها السحاب. لا شك أن عقيدة وجود إمام حي من 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة، يعني هذه العقيدة كان لها إسقاطات سلبية على الشيعة وعلى المذهب ككل، يعني المتصيدون في المياه العكرة من النواصر وأعداء أهل البيت وأعداء الحق استغلوا مثل هذه العقيدة في تسفيه الشيعة وتسفيه عقائدهم، مثل كيف يتصيدون في بعض المفردات العقدية مثل المتعة. بما أن إحنا نعتقد بالمتعة يعني إحنا أهل فجور وأهل زنا أو لا كذا وكذا وكذا، مثل ما نعتقد بالتقية يقولون إحنا نص ديننا أو 90% من ديننا الكذب، 90% التصيد في المياه العكرة. بل بالغوا إلى نسج القصص الخيالية، قصص كرتونية في تسفيه عقول الشيعة، إلى درجة أن ابن خلدون هذا الرجل الناصبي الملعون يقول أن الشيعة في كل ليلة بعد صلاة المغرب يأتون بمركوب وحصان بغال حمار يوقفون عند السرداب وينادون إمامهم الغائب في السرداب باسم نجم ويحطونه للركوب إلى أن تشتبك النجوم، ثم يرجعون ذلك إلى الليلة الثانية وهكذا إلى زماننا هذا. يعني كأنه يتكلم عن ناس في المريخ
أو يتكلم عن جن ما حد يشوفه، أو يتكلم عن ناس ما عندهم تراث ولا عندهم كتب ولا كاتبين شيء عن الإمام، ينسجون قصص خرافية بس لتسفيه الشيعة، وإن الشيعة عايشين بينكم وكتبهم بينكم وتراثهم بينكم. وين شايفين أنتم يعني واحد شيعي يجود حمار وروح به السرداب وبلقوم يعني إلى هذه الدرجة وصل بهم الأمر أنهم الاستخفاف بعقول الشيعة أو الاستخفاف بالشيعة وعقيدتهم بشكل عام. مع أن لو كانوا منصفين ولو كانوا طلاب حق لعلموا أن الاعتقاد بعدم وجود إمام أقبح من الاعتقاد بوجود إمام وإن كان عمره 2000 سنة. ليش؟ لأن هناك روايات عند السنة والشيعة متفق على صحتها، وبعضها متفق على تواترها، يعني في أعلى درجات الصحة، كلها تؤكد بشكل مباشر أو غير مباشر أن الأرض لا تخلو من قائم لله. ومو أي واحد، مو مجرد عالم، لا. أنا أشوف أستعرض لك الروايات المتفق عليها في هذا الشأن. حديث التقليد في آخره: وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، حتى يرد علي الحوض. ابن حجر الهيثم قال هذا الحديث والأحاديث التي تشير إلى فضل أهل البيت كلها تشير إلى عدم خلو الأرض من متأهل للقيام بالحجة من أهل البيت. متأهل يعني الله أهل إلى القيام به بالحجة، الأرض ما تخلو. زي نحن نعتقد بوجود هذا السنة ما عدوا من الواحد، وين يودون هذا الحديث التقليد؟ هذا واحد. حديث آخر: يكون بعضي 12 إماما. حديث متفق عليه، رويه البخاري ومسلم وأحمد والحاكم ومجموعة من حفاظ أهل السنة. الآن ما يتفقون ويانا إن الكون واحد من 12 ما يخالف، ما يتفقون إن الإمام الرضا من 12 بعد ما يخالف، لكن أجمعت الأمة على أن 12 هو القائم من آل محمد. الله صل وسلم على محمد وآل محمد. اسأل أي سني، لا تقول من هو هذول 12 لأنه ما يكون، لكن اتفاق أن 12 تسألهم من 12 يقول لك هو القائم. أكيد روايات متواترة عند السنة والشيعة، حتى أن بعض علماء السنة، أظن ابن حجر العسقلاني، نعم ابن حجر العسقلاني والله رجال من أئمة الجرح والتعديل عندي، يقول: وصلاة عيسى المسيح خلف رجل من هذه الأمة ويكون ذلك في آخر الزمان دليل على الأحاديث التي تقول أن الله تعالى لا يخلو الأرض من الحجة. أمي أمي تعالى دليل. تفضل تفضل. يقول دليل على أن الله لا يخلو الأرض أو يخلي الأرض من قائم لله بحجة. ابن أبي الحليم التفت إلى هذا الحديث اللي صدرنا به المجلس، أن الأرض لا تخلو أو أن الله لا يخلي الأرض من حجة، التفت إلى وعلى الخصوص عبارة أمير المؤمنين: لكي لا تخلو الأرض من مهيمن لله على عباده. مهيمن مو مجرد عالم، لا لا مو مجرد مهيمن على عباده. لما جاء على هذه العبارة يقول: ويوشك أن تكون هذه العبارة داعمة لمذهب الإمامية، ويوشك أن تكون هذه دليل على صحة مذهبهم وبطلان مذهبهم.
إلا أن أصحابنا ذهبوا إلى أن المراد بذلك الأبدان، يعني الحديث ما يردونه، لكن يقولون المقصود الأبدان. عجيب الأبدان، وشلون فهم العسقلاني عدل أن اللي يصلي وراء عيسى المسيح هو حجة وهو القائم الذي يأتي في آخر الزمان، وأن هذا دليل على أن الله لا يخلو يخلي الأرض من حجة، مجرد أبدال. فالاعتقاد بوجود إمام إن شاء الله عمره 20,000 سنة، مو 1,000 سنة، هو أولى من الاعتقاد بخلو الأرض من حجة. لأن إذا اعتقدنا بأنه لا يوجد اليوم حجة ولا يوجد إمام قائم لله على عباده أو مهيم على عباده، يعني ناخذ روايات كثيرة متواترة وصحيحة من ضمنها من مات وليس له إمام، حديث صحيح عند أهل السنة، مات ميتة جاهلية من الحديث إلا متوطين بما يدرون ويودونها ما يدرون ويقول لهم منو إمامكم، يحوسون ويلوجون إلى أن يطلع واحد منهم يقول كل واحد في بلده إمام أول أمره هو رئيس الدولة أو ملك الدولة أو أمير الدولة. زين قلنا لهم أبو ريمر صار أمير العراق فترة، هذا ولي أمركم يعني يسكتوا، المسلمين اللي في أمريكا من ولي أمرهم بوش يسكتوا، اللي في فرنسا من ولي أمرهم، هذا من اللي ما عندهم إلا جواب، فإحنا عندنا جواب، عندنا جواب منو إمامنا؟ اللهم إني أجدد لك في صبيحة يومي هذا وفي هذا اللي نبايعه، منو إمام؟ عندنا إمام في عنقنا له بيعة، الإمام الثاني عشر، عدنا الإمام الثاني عشر الأهم الذين تكلم عنهم البخاري. لم تخلو لم يخل الله الأرض من حجة، من هو الحجة؟ عدنا حجة، عدنا جواب إلى كل هذه الأسئلة. بينما الإشكالات اللي يطرحونها علينا مختصرة في أو مختزلة في إشكالين مهمين بس احنا نشكل عليهم، نقول لهم اذا ما عندكم امام هذه رواياتكم كلهم في الشارع، هم يشكرون علينا اذا عدنا امام. اشكالين مهمين، الاشكال الاول طول العمر، خبلين انتم واحد عيش 2000 سنة 1000 سنة، يقول هذا مو صحيح، مو بس كذي، متكلمهم التفتازاني في العقائد النسبية يقول ان وجود إمام عايش 1,000 سنة لا يعرف له إلا اسمه ولا يذكر إلا بالاسم، هذا ضرب من العبث، وهو ليش يخلق إمام يخلي 1,000 سنة ما يشوفون الناس ولا يعرفون؟ بس هذه الإشكالية المهمين اللي يشكلون، والقرآن أحرق هذين الإشكالية. قصة العبد الصالح في سورة الكهف طبق على هذه الإشكالية، قصة اختصارا قصة العبد الصالح، موسى يوم من الأيام يقول الإمام، أظن الرواية عن الإمام الصالح لما أن أيده الله بآياته بالعصا، لما كلمه الله تكليما وأيده بالآيات بالعصا والدم والضفادع والجراد وشق له البحر و تكلم في نفسه، جت فكرة يوم من الأيام قال ما خلق الله خلقا أعلم مني، ما في أعلم. وفي رواية أظنها في البخاري لما كانت الذاكرة أن واحد وقف له يسأله وهو يخطب، قال له من أعلم الناس؟ قال أنا، ما في أعلم، أنا نبي الله. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى جبرائيل أدرك عبدي موسى لا يهلك، قل له إن عبدا من عبادنا آتيناه، حتى نكرة، حتى ما قال اسم، عبد من عبادنا ما حد يعرفه، روح لعند ملتقى البحرين روح تعلم منه. لما نزل عليه جبريل هذا الكلام أدرك أن ذلك مما جال في نفسه، فراح يدور على الخضر، اختصارا التقى بالخضر ومشى وياه أيام قليلة، شاف منها عجيب، خرق سفينة إلى ناس مساكين يتامى،
مواصلين بدل ما يعطوه مواد بدل ما يعطيهم فلوس خرب سبيله. شاف غلام يلعب شاله وقتله. مر على قريه بخلت ابوا اي حيوان. قام اشتغل سواها كولي عنده وبنى وجدان فيها. ما تحمل هذا كله. فاعترض عليه مره مرتين ثلاث الى ان قال له: الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. روح شوف حالك. وعلم اختصارا فلسفه اعماله كلها. هذه القصه يقول الامام زين العابدين عليه السلام. هو الامام. واما العبد الصالح، شوف الله ليش يذكر لنا القصة من 2000 سنة؟ وش نستفيد من هالقصة احنا؟ الله يقول: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اذا قصة مثل خرافة يقصونها علينا قبل النوم وما فيها بعيد. لكن اذا قصة حقيقية وفيها عبرة، شنو العبرة من هذه القصة؟ شنو العبرة؟ نص سورة في القرآن، سورة الكهف كلها تتكلم عن موسى وايش صار ويا العبد الصالح ويا. يقول مولانا زين العابدين او الامام الرضا عليه السلام: واما العبد الصالح فان الله سبحانه وتعالى لم يطل عمره لنبوة اعدها. ما بيصير. ولا لكتاب ينزله عليه. ولا لشريعة تنسخ شرائع الأنبياء. ولا لفرض طاعة أعدها له. ما بيخليه حجة مطاع. إلى أن قال: بلى لما كان في سابق علم الله سبحانه وتعالى من إطالة عمري القائم عجل الله تعالى فرجا. وما يلقى من تكذيب الناس أطال في عمر الخمر بغير سبب إلا ليكون مثالا لقائم آل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. بس مثال إلا يقول انتوا يا مخرفين شلون تعتقدون بواحد رجل عايش 1000 سنة؟ لا، القرآن يتكلم عن الخضر وعايش الى يومك 4000 سنة، من زمن ابراهيم الى يومك 4000 سنة، مو 1000 سنة. بعد ما يقول لنا يا مخرفين ما فائدة امام غائب؟ وش فائدته؟ نقول له فائدته مثل فائدة الخضر الغائب اللي يصلح او يحافظ على اموال الايتام ويراعي لسلاله المؤمنين ويراعي لاموال الفقراء والمساكين. وما حد يعرف يوم خرق سفينه المساكين ليعيبها ما كانوا يعرفون هذا هو الخضر. ويوم قتل الغلام يمكن ابواه يعتبرون هذا مجرم ما يعرفون انه الخضر وبامر من الله سبحانه وتعالى. ويوم بنى الجدار ما حد يعرف ولا يعرف الحكمة اللي من أجلها بنى الجدار. فالناس تنتفع من الخضر وهو غائب مو معروف، فكيف لا ينتفعون بإمام زماني؟ إضافة إلى ذلك، نحن إذا قلنا غائب هو مو مرفوع بالصفة. غائب يعني غائب هويته، والروايات كلها تأكد على هذا المعنى من حضور الموسم، وأنه يرى الناس مثل ما يقول أحد وكلائه أو سفرائه الأربعة، يرى الناس في الموسم ويعرفهم ويرون وجنه يشوفونه، إلا أنهم ما يعرفونه ويرونه ولا يعرفونه. هناك روايات أنه يعود المرضى ويحضر الجنائز. هو اللي حضر جنازة الشيخ المفيد وكتب على قبره بعيدة لا صوت الناعي بفقره، هو نفسه اللي كتب على قبر الشيخ المفيد. يحضر الجنائز ويسدد المرجعية
ويكاتب بعض المراجع مثل ابن طاووس ومثل الشيخ المفيد، ثلاثة كتب رصدها التاريخ إلى الشيخ المفيد إلى ملهم الحق ودليله، يكتب إلى الإمام الحجة على أي حال. فوجود اعتقاد الشيعة بوجود إمام خير من اعتقاد غيرهم بعدم وجوده، وهم قلنا أنه عايش 1000 أو 2000 سنة على أي حال. إذا كان الإمام نستفيد منه مثل ما تقول الرواية، مثل ما نستفيد من الشمس إذا حجبها السحاب، إذا كان يحضر للمرضى يعود المرضى وقد يشيع بعض الجنائز وقد يحضر بعض المجالس، روايات كثيرة بهذا الشأن. زين شنو حاجة إذا إلى السفراء الأربعة؟ وليش مخلي بيننا وبين شيعة السفراء الغيبة الصغيرة؟ الغيبة واقعا هي غيبة واحدة من شهادة الإمام العسكري إلى يومك، هي غيبة طويلة، لكن يفرقون بين 70 سنة الأولى وبقية عمره الشريف، لأن 70 سنة الأولى يسمونها غيبة صغرى. ليش غيبة صغرى؟ لأن بين شيعته وبينه طرق معروفة، 4 من الوكلاء، والوكلاء جميل من الشام، لا وكلاء معتمدون وتجري على إيدهم مناقب ويتكلمون بالغيب، ويتكلمون بآجال الناس، يعني عندهم دليل أكيد أنهم من خلف الإمام، ولربما أهمهم هو السفير الأول اللي هو عثمان بن سعيد العمري. من يوم عمره 11 سنة كان يخدم الإمام الهادي، وكيل للإمام الهادي، ثم وكيل للإمام الحسن العسكري، ثم وكيل للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وكان يقول لشيعته، يعني هيئة إلى السفارة، كان يقول لشيعته عثمان من الإمام الهادي، كان يقول عثمان ابن سعيد ثقتي. الإمام العسكري كان يؤكد عليه عثمان ابن سعيد وولده محمد ثقتان، يعني أكد دائما. فأول وكيل عثمان بن سعيد، وكانت 5 سنوات إلى الإمام الحجة، لكن هو أهم الوكلاء لأنه هو الأرضية الذي مهد إلى الوكلاء الذين جاءوا بعد. الوكيل الثاني ابن محمد بن عثمان 40 سنة، ومحمد بن عثمان تجري على يديه معاجز وله مؤلفات كثيرة في الفقه وغير الفقه وما سمعه من مولانا صاحب الزمان، وحفر قبره قبل موته بشهرين، فلما سئل عن ذلك قال نعى سيدي إلي نفسي. وبالفعل في اليوم اللي تهيأ فيه للموت مات. جاء بعد محمد بن سعيد أشهر الوكلاء وهو الحسين بن روح الروبختي، كانت سفارته تقريبا 21 سنة، وكان يعمل بالتقية، وكان أهل السنة يظنون أنه واحدا منهم ويلعنون من اتهمه بالرفض. ونقل لنا الحسين بن روح كثير عن طريق الناحية المقدسة. بعده جاء الشيخ علي السمري، أخذ السفارة من الحسين بن روح في هذا الشهر في 21 من شعبان، وانتهت سفارته بعد 3 سنوات في النصف من شعبان، في هذا اليوم مات آخر السفراء. وقد كتب إليه مولانا الحجة أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت بينك وبين 6 أيام ولا تعهد لأحد فيقوم مقامك، فقد وقعت الغيبة الكبرى ولا ظهور بعدها إلا إذا حتى آخر الزمان. وبهذا المعنى إذا قست القلوب، ألا من ادعى المشاهدة فكذبوا. طبعا المشاهدة ليست مستحيلة، كثير من العلماء نشاهدوها، لكن المشاهدة هنا تكلم فيها علماء من شو المقصود بالمشاهدة. بعضهم قال المشاهدة مع السفارة اللي يقول أنا سفير، وبعضهم قال هذه خاصة بزمن الغيبة فقط، من ادعى المشاهدة فكذبوه لأنه وقع الطلاق.
غلب على الإمام في زمن الغيبة كان مطلوب وكان يبحثون عنه المعتمد بل جواسيسه. زين بعد موت السفير الرابع في مثل هذا اليوم اليوم النص بدأت الغيبة الكبرى بعد 70 سنة من الغيبة الصغرى. الغيبة الكبرى ما حد يدري إلى متى، حتى الإمام الحجة ما يدري إلى متى، هو نفسه ما يدري متى يخرج. ولذلك يؤكد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أنه كذب الوقات، كذب الوقات. يسألون الإمام زين العابدين عن وقته، قال نحن لا نوقت، قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كذب الوقات. التوقيت محرم ممنوع، تسميته ممنوعة، ادعاء المشاهدة على نحو السفارة حرام ممنوع، ووظيفتنا هي التكذيب. لكن الأئمة ذكروا لنا علامات لخروجه عليه السلام، علامات أكثرها مشروطة، مشروطة يعني ممكن تصير ممكن ما تصير، ممكن يتغير في بعض الأحداثيات إن شاء الله، وخمس منها محتومة. هذه الخمس لازم تصير، التي وصفها الإمام الصادق كنغم الخرز، تصير مثل الواحد يسبح تسمع الحين طقة، هذه يجي متتالية بسرعة كنغم الخرز يقول الإمام الصادق، وهي السفياني واليماني والصيحة وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكية. هذه خمس محتومة، هذه لازم تصير، ومن أحياه الله إلى ذلك الزمان لازم يشوف. الباقي أكثرها أو كلها مشروط، لكن فيها قريب الحتم، فيها بعض العلامات لا تستشف الكلام الأئمة أنها لازم تصير. منها علامات في السماء، من هذه العلامات قوله تعالى وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ليفعلن الله بهم، ليفعلن الله بهم. قيل له من؟ قال بني أمية. قيل وما هي الآية؟ قال ركود الشمس بين الزوال إلى العصر، توقف ويرى في كبدها صدر ووجه لرجل يعرفه الناس باسمه ونسبه، يعرفه الناس باسمه ونسبه، عند ذلك يكون بوار السفيان وقومه. ذلك يكون بوار. هذه واحدة من الآيات. آية أخرى كما روي في الكافي الشريف، كسوف للشمس، يقول الإمام الضافر آيتان لم تحدثا منذ أن هبط آدم إلى الأرض وإلى قيام الساعة، تحدثان عند قيام القيامة. قال خسوف أو كسوف الشمس في النصف من رمضان والقمر في آخر. اللي قاعد يا الإمام الصادق اتعجب، قال له سيدي كسوف الشمس، قال غلطان، كسوف الشمس في آخره والقمر في مصر. قال أقول لك آيتان لم تحدث منذ أن هبط آدم، أعلم ما تقول، أنا أدري مو غلطان، ولكنها هذه حالة خاصة، هذه قدام قيام القمر. بعد من ضمن العلامة اللي تستشف منها الحتمية هلاك عبد الله، الآن منه عبد الله وهذا وهذا، أنا ما أقدر أتقول بعد عليه الرواية تقول عبد الله، لكن العلامات المحيطة اليوم كلها يعني تنفي بأنها يقول الإمام الصادق من يضمن لي، يتكلم بالضمان، من يضمن لي هلاك أو موت عبد الله؟ أضمن له القاتل.
يوم اللي هناك عبد المهر من له القائم، ثم قال إذا مات عبد الله. هذه رواية الشيخ الطوسي، ومن تأليفنا في هذا الزمن الشيخ الطوسي قبل كذا قرن، أكثر من 7 قرون. إذا مات عبد الله لم يجتمع بعده بنو فلان على أحد، ولا يكون خاتمة ذلك إلا بصاحب، ما يستقر الوضع إلا إذا خرج صاحب. ثم قال إن شاء الله، إن شاء الله. بعد ثم قال أيضا تمام الحديث، ثم يكون بعد موت عبد الله حكم الشهور والأيام. يسأل أبو بصير يقول لسيدي أيطول ذلك؟ بعد حكم شهور وأيام وجانا 1000 ملك كل واحد مالك له كم شهر واجب بعد أيطول ذلك؟ قال كلا ما يطول، حكم شهور وأيام ينتهي ويكون خبر صار. هذه من العلامات في الحجاز، علامات في الشام، إذا كثرت الفتن في الشام فترقبوا صاحبا، ترقبوه. يقول أيضا يختلف أمير المؤمنين، هذا حديث الأمير المؤمنين، يختلف رمحان في الشام فتلك آية من آياته. قيل له ثم ماذا؟ قال ثم رجفة يموت فيها 100 لكنها تكون رحمة على المؤمنين وعذابا على الكافرين. إذا كان ذلك فترقبوا من ناحية المغرب، من المغرب الشام ممتد من الشمال إلى المغرب لبنان، يقول فترقبوا من ناحية المغرب أصحاب البرادين الشهب والرايات الصفر ينزلون بأرض الشام. قالوا له ثم ماذا؟ قال ثم خصف بقرية من قرى الشام يقال لها خرشنا، وهو تصحيح إلى قرية حرستا، يقال لها خرشنا أو حرستا، حرستا اللي فيها قبر ابن العربي، ابن العربي منا وصديق، وفي 2 واحد صاحب واحد لا اللي يترحم عليه الإمام الخميني اللي مدفون في الشام، هذا ما يعدونه ناصر، هذا مدفون في هذه القرية في حرسنا. زين، هذه من العلامات في الشام. بعد يقول مولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يا جابر إذا كان ذلك اليوم تختلف في الشام 3 رايات، راية الأبقع وراية السفياني وراية الأصل. الأصغر اسم من أسماء الأسد، ما أدري إلى علاقة ما إلى علاقة، هذا التحليل خلي إلى كده. تختلف راية السفياني وراية الأبقع وراية الأصغر، ويقتل السفياني الأبقع ويقتل الأصغر، ثم لا تكون له همة إلا النزوح إلى الكوفة، ينزح إلى الكوفة. بعض الروايات تقول أنه يمضي بغرض نبش قبر أمير المؤمنين، وبعض الروايات تقول أنه يتوجه إلى شيعة علي في خراسان ولكن يقف في الكوفة. وتعال شوف وش يسوي في الكوفة، روايات سنية وشيعية، كتاب الفتن لمحمد سني يقول ينزل الكوفة ويهتكها 3 أيام، يسبيها ثلاثة أيام وينشر أعداءه بالمناشير ويطبخهم في القدوم
يطبخهم في الكتب ويبقى 18 يوم. لاحظ المصدر سني، أنا تركت رواية الباقر برجع إليها. ثم تأتي رايات من خراسان، رايات السود مروية عند السنة والشيعة، عند السنة والشيعة، وعند السنة أيضا فيها صاحبكم، رواية سنية تقول فيها صاحبكم. لهذه رواية ابن حماد يقول تأتي إلى الكوفة رايات السود من قبل خراسان وتدعو إلى المهد، تدعو إلى المهد، تنزل إلى الكوفة. رواية الإمام الباقر تقول تطوي البيوت تطيّا، كأن تفليها فريا، فينزلون عند البحر أو قال عند اليم، فيخبر السفياني بأن جيش خراسان نزل فيفر هاربا من الكوفة. يطلع الظاهر على طريق البصرة، ليش؟ لأن الرواية تقول فيخرج لهم رجال يقال لهم العصب، ما هم أهل، هم نفسهم عصاب أهل الحق اليوم، لأن عصب جمع عصبة وعصائب جمع عصبة، عصائب أهل الحق اللي تشوفونها في اليوتيوب وما في يوتيوب اللي لعنوا حبايب الأمريكان شيعة، وفيهم من أهل البصرة بعد، وفيهم من جماعة مقلدة. يقول الإمام الرواية السنة بن حمال يقول يفر السفياني من الكوفة فتعترضه جماعة يقال لها العصر، ويستنقذون منه ما سبوه من الشيعة من الكوفة، وليس معهم كثير سلاح، وفيهم رجال من أهل البصرة. إنزين نرجع إلى رواية الإمام الباقر، يقول إذا وصل إلى الكوفة يقول تأتي الرايات السود من خراسان تطوي البيوت طيا، فيبعث السفياني من الكوفة يبعث كتيبة إلى وين؟ إلى المدينة. رواية السنة تقول من الكوفة يهرب المهدي، بعد ما ظهر أمر زين. رواية ابن حماد وهي سنية يقول يهرب الإمام المهدي من الكوفة إلى مكة. رواية الإمام الباقر لا، يقول إذا بعث السفياني إلى المدينة جيشا يهرب منها أو يخرج منها الإمام المهدي خائفا يترقب على سنة موسى فيمضي إلى مكة. اتفاق عند السنة والشيعة أن قبل ظهور الإمام يهرب من السفياني، قبل ظهوره، لأنه ظهوره في مكة، هذا كله قبل ظهوره بشكل رسمي. زين، إذا هرب الإمام الباقر يقول أن عنده روايات حتى عن أمير المؤمنين أنه كاتب معاوية وقال له ومن ولدك، وليش سموه السفياني؟ لأن من ولد أبي سفيان بالاتفاق سنة وشيعة متفقين، ومن ولد ابن ومن ولد آكلة الأكباد، لأن يسمون بعد ابنه آكلة الأكباد، يقول الإمام الباقر فترقب ابن آكلة الأكباد. اتفاق، لكن من ولد منه؟ رواية عن زين العابدين من ولد عتبة ابن أبي سفيان، ورواية أخرى لا، أنه من ولد يزيد بن معاوية، وتحديدا من ولد خالد، وفي كتاب كتبه أمير المؤمنين إلى معاوية يقول له ومن ولدك اللعين المشوم اللعين الفظ الغليظ الذي نزع الله من قلبها الرحمة كأني أراك، ولو شئت لأخبرت باسمه وبعمره وبصفته يرسل جيشه إلى المدينة ويبيحها ويسفك دماءها فيفر منه الزكي النقي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما اتفاق روايات السنة والشيعة تقول المهدي يهرب من السفياني في بادئ أمره
خائفا يترقب. انزين الامام الباقر يقول يهرب الى مكه، يخبرون قائد الجيش مال السفياني يقولون له ترى المهدي، يعني معروف المهدي قبل ما يخرج معروف، يقولون له المهدي طلع الى مكه، فيخرج الجيش على طريق مكه. اذا انتصف الجيش الطريق يكون الامام المهدي تو داخل مكه، تو داخل مكه. هني خسف بالبيداء متفق عليه بين السنه والشيعه ايضا، يصيب هذا الجيش جيش السفياني. اذا صار الجيش في منتصف الطريق نادى مناد من السماء اخسفوا يا بيداء بايديهم، فتخسف بهم الارض ويهلكون جميعا. هذا من المحتوم، قسف بالبيداء من المحتوم. ما ينجو منهم الا ثلاثه مشوهين، تصير وجوههم الى اقفيتهم، وجوههم تصير في اقفيتهم، ويرجعون الى السفياني يخبرون باليسار. يقول الامام الباقر عند ذلك وقت الخسف يكون صاحبكم مستند معطي ظهره للكعبة ينادي الناس، وذلك في يوم العاشر من المحرم، اليوم الذي قتل فيه الحسين. طولت عليكم لو فيستند إلى محمد جاسم مستمع قمت مرة، فيستند إلى الكعبة ويقول أول شيء يقوله يا بقية الناس بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أنا بقية الله في الأرض. يقول الإمام الباقر قبل هذا المشهد يستنصر الناس ثلاثة أيام ما حد ينصر، ما حد ينصر، فيتعلق بأستار الكعبة ويقول يا رب انصرني فلا تسقط دعوتك، ويستند إلى الكعبة ويقول هذه العبارة بقية الله خير لكم أنا بقية الله في الأرض. لمزيد يطلب البيعة، أول من يباع يقول الإمام الصادق جبرائيل، يكون على ميزان الرحمة على شكل طائر أبيض فيحلق على الإمام ويسقط على يده، أول مبايع إلى جبرائيل، ثم ميكائيل وإسرافيل، ثم يأمر الله ملائكة بدر بالنزول لنصرته، ينزلون ينصرونه، ثم يقول أمير المؤمنين يأتيه أنصاره 313 رجل كقزع الخريف. يعني شنو قزع الخريف؟ يعني غيوم الخريف اللي تتجمع بسرعة، ما تشوف اللي تجمع، يقول كقزع الخريف، بعضهم يسمونهم فقا في نايم في فراشه من جميع اطراف الارض، نايم على فراشه يختفي ما يشوفون اهله، مره واحده اختفى. بعضهم يحلقون في السماء والناس ينظرون اليهم ويعرفونهم باسمهم، متعجبين يطير من غير طياره. وهؤلاء يقول وهؤلاء افضل الناس، ومن كتب له الله المسير رايح يعتمر رايح حاج ما شابه وكان هناك فبها يجتمعون 313 يبايعونه. ثم ياتي عند المقام يصلي، ثم يستنصر الناس مره ثانيه يقول الا من يحاجني في الله ورسوله انا اولى بالله ورسوله، من يحاجني في نوح انا اولى الناس بنوح، في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، في موسى أنا أولى الناس بموسى، في عيسى أنا أولى الناس بعيسى، من يحاجني في محمد. يجتمع حوله 313، أول شيء يأمر به إنزال الخطيب من على المنبر، يعني راكب على المنبر يبغى يهرب يشرب، أول شيء يأمر به إنزاله
ينزلونه ويضربونه. فإذا يقول الإمام إذا رأى أهل مكة ذلك ثاروا عليه، ثارون عليه، فتحوط حول الإمام 10,000 من أنصاره يحمون عنه، ثم يأمر ببني شيبة خزان البيت الذي فتقطع أيديهم وتعلق عليهم، وينادي عليها المنادي هؤلاء سراق البيت، ثم يجعل على أهل مكة وارد ويخرج من مكة. هذه بداية حركة، يخرج من مكة. إذا وصل إلى منتصف الطريق يأتيه الرسول يقول له أهل مكة قتلوا واليه، قتلوه. يرجع إلى أهل مكة يضع عليهم السلاح ويضع والي ثاني ويخرج إلى المدينة. في المدينة إذا وصل رزقنا الله وإياكم الوصول ورزقنا الله وإياكم نصرته. إذا وصل الله يمتحنهم حتى ليوية الإمام المهدي، الله يمتحنهم ما انتهى الامتحان. إذا وصل إلى الحرم يضع الإمام المهدي المعول على الحال، على الناقل المباشر أو شعلين منكم يضع المعول على الجدار، فتهب ريح شديدة عاصفة، يخافون اللي ويا بعد ما يدرون يمكن وهذا الإمام صيد كير وغيره حلمة، يقول يبتعدون يقولون هذا من داب، هذا الريح الشديدة وهالزلزال من هذا السوالف. فإذا رأوا الإمام لا يبالي يأتي بنفسه ويضرب، يقول الإمام الصادق يبدأون يرجعون، فأفضلهم أسبقهم، أفضلهم أسبقهم، ثم يخرجهما قبضين طريين ويصلبهما ويحرقهما ويدروهما وينسفهما نسفا. هذه أمنية جده الجمال، يوم الأيام جالس حاط إيده على الأرض والإمام رضا صغير، الإمام رضا يشوفه حزين قال له بني ما لي أراك حزينا، قال أفكر فيما فعل بجدتي الزهراء. ثم قال والله لأخرجنهما ولأصلبنهما ولأحرقنهما ولأضربنهما ولأنسفنهما في اليم نسفا، أمنية جدة الجمال. ثم يزحف إلى العراق إلى الكوفة، والكوفة منكوبة ما قصر فيها السفياني، يخرج له من أصحاب اللحى مشمرين الأثواب، يعني أثوابهم قصيرة، مشمري الأثواب من القراء 16 يقولون له ارجع ابن فاطمة لا حاجة لنا، يعني يعرفونه بعد منه يقولون له ارجع لا حاجة لنا بيت. والله يقول أمير المؤمنين لكأني به يضع عليهم السيف في عصر الاثنين فلا يبقي منهم واحد، ثم يدخل الكوفة وكأني به أراه على منبر الكوفة، وقد نشر صحيفة مختومة بختم رسول الله، ما فض إلا على منبر الكوفة وقرأها على الناس، ويجعل الأخبار تقول يجعل الكوفة منطلق إلى حركته، ومن الكوفة يخرج إلى فلسطين، ويكون هناك بآخر المشاهد يتفق نزول عيسى مع وصول صاحب الزمان عند الفجر. والرواية متفق عليها، إذا قلنا أمتنا أفضل من الأنبياء تقوم الدنيا وما تقعد، ومتفق عليه بين السنة والشيعة، وأنا مسؤول عن هذه الكلمة، أحاديث صحيحة ولا يمكنها عالم أن المسيح إذا نزل من السماء عند صلاة الفجر يصلي خلف قائم آل محمد. الجماعة يذكرون ليكم يوم السبت حقيقة جماعية مع وجبة غداء في الصالة، وليلة الاثنين احتفال بمولد شنو موكب عزاء الإمام المنتظر 8:00 في الصالة.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعي إلى النظام صلوا على وتصيرين إلى خير وجئت بخير، أبشري بغلام حليم حليم. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الليلة المباركة التي ولد فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أوحى الله عز وجل إلى ملائكته أن اهبطوا لاستقبال مولود يولد من آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الملائكة أفواجا وصاروا يهللون ويكبرون، تقول حكيما: جئت إلى دار أبي محمد عليه السلام أزوره. فقال لي عليه السلام: يا عمتي بيت الليلة عندنا، فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها، وخاتم أوصياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحدي ما قلت ممن يا سيدي، ولست أرى بنرجس شيئا من أثر الحال. قال: من نرجس لا من غيرها، إذا كان وقت الفاج يظهر لك بها الحبل، لأن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها. قالت حكيمة: فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفاج، وهي نائمة بين يدي حتى إذا كان في آخر الليل وقت طلوع الفاج وتبت فزعا، فضممتها إلى صدري وسميت عليها. فصاح أبو محمد عليه السلام وقال: اقرأي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأقبلت أقرأ عليها وقلت لها: ما حاله؟ قالت: ظهر الأمر الذي أخبرك به مولاي. فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني، فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ وسلم علي. يا مستمعين النظام صلوا على البدر تمام محمد صلى الله عليه وسلم. حكيمة ففزعت لما سمعت صوته، وصاح أبي محمد عليه السلام: لا تعجبي من أمر الله. وصاحبي أبو محمد عليه السلام: لا تعجبي من أمر الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا. فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني النرجس، فلم أرها، كأنه ضرب بيني وبينها حجاب. فعدوت نحو أبي محمد عليه السلام وأنا صارخة، وقال لي: ارجعي يا عمه، فإنك ستجديها في مكانها. قالت: فرجعت فلم ألبث أن كشف الحجاب بيني وبينها، وإذا بها
سوف يسعى